مرحبا، أنا محاسن من غزة، بحاول أضل على قيد الحياة. طول حسب الجنسية. هذا قدومي؟ انت؟ مبسوط؟ اهلا بكم في اللقاء الاول من عدتوا في اللقاء الثاني من ورشة رسم الشخصية، في اللقاء الثالث من كوتو، في اللقاء الرابع في هذا التدريب حنتعلم تحليل الشخصيات، حنتعلم نبنيها، حنتعلم كمان نلون، وحنتعلم اختيار ستايل الرسم. ما عليكم إلا تتواصلوا معي على الواتساب.